طريق طويل تسير فيه الحكومة المصرية لإنجاح برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتضيء طريقها منظمات المجتمع المدني التي تسير معها جنبا إلى جنب في الكثير من خطواتها. وداخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي تم توقيع 4 بروتوكولات جديدة لبرنامج فرصة لتمكين وتدريب وتأهيل ومتابعة جميع المستفيدين من مشروعاته. بنحتفل اليوم في هذا الجمع الكريم بإطلاق عدد كبير من فرص التطوير والتعاون وإقامة مشروعات مدرة للدخل وتوفير التدريب ووظائف في عمل لائق. عندنا 4 أنواع من الشراكات، وشراكات متنوعة. النوع الأول من الشراكة، شراكة قديمة متجددة، فإن إحنا نتعاون في الحصول على تمويل لتنفيذ الأفكار المختلفة اللي بيتقاطع معها برنامج فرصة في التمكين الاقتصادي، وهي سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية والتدريب المنتهي بالتوظيف. ويعمل برنامج فرصة كحائط صد مع برنامج تكافل وكرامة لحماية الفئات الأولى بالرعاية من تقلبات الزمن، ويحتوي على قاعدة بيانات بها 34 مليون فرد، وبدأت المرحلة الأولى منه في 741 قرية لتحقيق المرجو من التمكين الاقتصادي. أدركنا أن حجم التحديات الموجودة عايز عدد كبير جدا من الجمعيات المؤهلة عشان يقفل الجاب أو يقفل الصدمة الموجودة. عشان كده بدأنا المركز الموجود لدعم قدرات المجتمع المدني، اللي مش بس بيقدم برامج تدريب للجمعيات الاهليه وبيأهلها كافراد وكاورجانيزيشنز، يعني يدي لكل منظمه مجموعه النظم المفروض تبقى موجوده عشان تبقى منظمه كفء وتطلع نتيجه. ساعدنا باطلاق مبادره فرصه وبرنامج فرصه، بالذات لتركيز برنامج فرصه زي ما الاستاذ الدكتور عاطف ذكر، على انشاء وحدات انتاجيه سلاسل قيمه ضمن اليات التوظيف. ساعدنا جدا كذلك لانها شراكه مبنيه على تبادل الخبرات، فهو البرنامج مش فقط تعاون تمويلي ولكن كان فيه تعاون كبير، تعاون فعال في عمليه تقييم المقترحات، اكثر من 200 مقترح واختيار الجمعيات المنافسه. وتجيء هذه الخطوات تزامنا مع دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يكون عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، التي استطاعت ان توفر 50,000 فرصه عمل حتى الان في برنامج فرصه. يوم بعد الآخر تصبح منظمات المجتمع المدني أحد الأذرع الرئيسية للحكومة المصرية للوصول إلى أكبر قدر من مستفيدي برامج التمكين الاقتصادي، رؤية تنموية مشتركة بين الطرفين لمساعدة المواطن أيا كان موقعه. من وزارة التضامن الاجتماعي أحمد بكير للتلفزيون المصري.